تعالوا مع بعض نشوف اول مبدأ. احنا قلنا ان احنا هنتكلم عن السوليد برينسيبل. جوه السوليد برينسيبل ده 5 مبادئ. خدنا حرف الاس من كلمة سوليد. الاس دي يعني سنجل ريسبونسبيليتي برينسيبل. ده المبدأ الاولاني. يعني ايه؟ مضمونه يا سيدي ان كل كلاس وكل ميثود انت هتشتغل عليها المفروض تبقى مسؤول عن حاجة واحدة بس. يعني ايه؟ تعال نقرا مع بعض كده الكلام اللي مكتوب. بيقول لك ان الكلاس اللي انت هتشتغل عليه should only have one responsibility، يعني يكون مسؤول عن حاجة واحدة بس، وهنفهم دلوقتي. وبيركز على ان هو يعمل حاجة واحدة بصورة جيدة، ما يعملش غيرها، يركز في حاجة واحدة بس. طيب لو الكود مثلا بتاعنا، لو احنا شغالين على كلاس، الكلاس ده بيعمل اوثنتيكيشن وبيعمل اوثرايزيشن، لا، المبدأ ده بيقول لك يا سيدي انت هتفصل الاوثنتيكيشن في كلاس والاوثرايزيشن في كلاس تاني، وده اللي هنشوفه خلال الكود. كمثال لو عندنا كلاس اسمه يوزر، وجوه الكلاس ده عندنا دالتين، دالة ريجستر ودالة لوجن. طبعا ده مش بيحقق المبدأ سنجل ريسبونسبيليتي برينسيبل، مش بيحققه تماما. ليه؟ لأن الكلاس ده مسؤول عن حاجتين مش عن حاجة واحدة، وده مش بيحقق المبدأ بتاعنا. طيب هنعمل ايه؟ قال لك يا سيدي هتعمل كلاس للريجستريشن وهتعمل كلاس لللوجن، ويبقى انت كده حققت المبدا. تعالوا نشوف خلال الكود. فنشوف مثلا عندنا الداله دي، الداله دي داله ستور عادي بتخزن ريكورد في الداتابيس. طيب عشان نحقق المبدا بتاعنا اللي هو سنجل ريسبونسبيليتي، الستور دي المفروض تبقى خاصه بالكريت بس. شوف احنا بنعمل فيها ايه؟ بنعمل فيها فاليديشن، بنعمل فيها بننادي على داله اسمها ماكس، بتجيب الانفويس نمبر، اعلى انفويس نمبر وتزود عليه 1، دي حاجه. بعد كده بنعمل كرييت، بعد كده بنعمل شويه عمليات تانيه، بعد كده بنرجع ايه لرو التاني. الفاليديشن المفروض يبقى منفصل زي ما اتعلمنا في الكورس اللي فات، لو ما اتفرجتش عليه يستحسن ترجع تتفرج. تعال نشوف بي اتش بي ارتيزان make request، وتعال نسميه مثلا store invoice request. php artisan، ونيجي هنا في الريكوست نعمله ترو عشان يبقى مسموح لنا ان احنا نعمل validation عادي. وادي الاري بتاعه الفاليديشن، خلاص نحطها هنا. انفويس داتا ريكويست فاليديتد، وتعالى هنا نستدعي الريكويست ده اسمه ايه، ستور انفويس ريكويست. تمام، ادي داله الكرييت، وادي دالة انفويس ماكس كذا كذا، كل دي اكواد يستحسن ان احنا زي ما قلنا في فيديو بتاع السيرفيس، يعني يستحسن ترجعوا له في الكورس اللي فات. الكورس اللي فات مرتبط بالكورس ده شوية، ان احنا نحط الكود ده في سيرفيس. ادي ملف السيرفيس، تعالوا نحط فيه ملف وليكن هنسميه ستور انفويس او انفويس سيرفيس. تعالى نعمل نيم سبيس اب سيرفيس، وتعالى نعمل كلاس انفويس سيرفيس، وتعالى نعمل دالة وليكن اسمها ستور انفويس. طبعا هنستقبل هنا ايه ريكوست، وتعالى ناخد دي كات كده ونيجي بيها هنا ونعمل بيست. تمام،
وتعالى هنا نستدعي الدالة دي. طيب احنا اتعودنا ان احنا ممكن نستدعيها عن طريق البارامتر invoice service، ونعمل invoice service كمتغير هنا، وبالinvoice service دي ننادي على الدالة اللي هي store invoice، ونبعت لها الانفويس دات بالمنظر ده كده. طبعا انفويس داتا دي الاريه المفروض اللي احنا مستقبلين، وكمان هنعمل انفويس داتا اوف برودكتس. المنظر ده كده، ونفس الكلام هنا برضو invoice data of quantities. وبعد كده المفروض ان احنا نيجي ونرجع نعمل return للانفويس ونستقبله هنا. ايا كان اللوجيك بتاع الكود ايه، ممكن تكون انت مش فاهمه، بس منطقي اللي احنا بنتكلم عن السنجل ريسبونسابيلتي، يبقى كل ميثود مش بتنفذ غير حاجه واحده، ليها وظيفه واحده بس. طيب زي ما حققنا السنجل ريسبونسابيلتي في داله الستور هنا، لازم نحققها في الداله دي. طيب ايه اللي ممكن ينتهك معايير السنجل ريسبونسابيلتي دي، يعني يخلينا ما حققناهاش مثلا في الداله دي؟ احنا بنعمل كرييت. طيب لما ندهنا على الداله دي، هل كده احنا خرجنا بره السنجل ريسبونسابيلتي؟ ايوه. طيب الاحسن ان احنا نعمل ايه، نخرج دي منفصله بره في داله لوحدها وننادي عليه this of get max مثلا، ونيجي هنا وننشئ الدالة اللي اسمها get max. ونعمل لها return. وبعد كده عشان ما نضيعش وقت، انا عملت لكم البارامترز اللي هتتسجل في الداتابيز هنا اهي بالمنظر ده كده، ونشيل دي من هنا مش محتاجينها بالمنظر ده كده. فالدالة دي بقت تقريبا كده مش بتعمل غير موضوع الكرييت ده، لان هنا برضو لو انتوا، طب انتوا هتقولوا دي كرييت، ايه اللي بعده ده؟ انت هنا بتعمل اتاتش برضو للداتابيز، فكرييت يعتبر كرييت، وبعد كده بترجع الانفويس. الدالة دي عشان لو انت مش فاهمها، فدي متعلقة بالموديل، بيجيب الماكس بتاع الانفويس نمبر من الموديل نفسه. ازاي؟ لو جينا هنا داله البوت دي، اول ما الموديل بيتعمل له انيشاليزيشن، الكرييتنج دي بتتم ايه اللي فيها بقى؟ بيبدا انه يقصين الانفويس نمبر بالماكس بتاعه. فهو ده الطريقه. المره الجايه ان شاء الله بقى هنكمل بمثال برضو، بس هيبقى ان شاء الله على الكنترولر اكتر.